نسأل الأستاذ محمد غرابة مدير منتخب مصر عن المستقبل بإذن الله. أستاذ محمد مشرف ومنور، مساء الخير. يا كابتن كريم والله يعني أهجلتني والله بكلامك الجميل ده. لا أقل من حقك بكتير بصراحة، أنا بقول شهادة عن قرب يعني. لا والله وده مش لوحدي والله، احنا معانا شباب واحد كمان يعني زي ما انت قلت امبارح، هم شايلين مسؤولية وبجد بيشتغلوا بقلب وبضمير ويعني وحبهم للبلد وحبهم للمنتخب فعلا بيبقى واضح في كل حاجة، فربنا يكرمنا جميعا كلنا في مكان واحد وكلنا في ايد واحدة. ان شاء الله واضح جدا من النجاح لحد دلوقتي، الحمد لله لحد دلوقتي في نجاح ملموس، 7 انتصارات 7 مباريات متتاليه، ده شيء رائع جدا. هسالك اول سؤال اللي الناس كلها بتساله، رغم ان روي فيتوريا جاوب عليه 3 مرات في المؤتمرات الصحفيه، ليه النهارده منتخب جنوب السودان مش منتخب اخر كبير او من منتخبات الصف الاول؟ انا جاوبت عليه امبارح بس هجاوبك وجاوبت النهارده بالمناسبه، بس انت المسؤول يعني، انت المسؤول لما ترد يبقى احسن مني. لا هو اللي حصل في قصه جنوب السودان، هو مع احترامي طبعا كامل لفريق جنوب السودان، فرقه يعني اللي حصل كالاتي، ان هو يوم ان الاتحاد الافريقي ما ردش علينا في قصه تحديد المواعيد المناسبه لماتش غينيا تمام، وده حتى برضو ارسلنا خط 3 خطابات في شهر فبراير وماي شهرين عشان نعرف نحدد احنا هنلعب امتى الماتش، عشان على اساسه نقدر نحدد الماتشات المباريات الوديه، لان احنا بيبقى جاي لنا عروض احنا مش عارفين نوافق عليها، ودي ده التزام بالنسبه لنا، وتبقى عقود وتبقى حقوق تجاريه وحقوق بث تلفزيوني، فالعمليه بالنسبه لنا هتبقى كانت التزامنا مع اي فرق من الفرق واحنا مش عارفين مواعيدنا ايه هتبقى صعبه جدا جدا جدا، او بنتحط ضغط ان احنا او بنتحط تحت طائله ان احنا نقدر هندفع بنالتيز كبيره في الموضوع ده لو رجعنا في كلامنا ورجعنا في عقدنا معاهم. طبعا الرد كان واضح من الاتحاد الافريقي يوم 21/5 ان وصل لنا الرد من الاتحاد الافريقي ان هنلاعب غينيا يوم 14. طبعا توقيت المباراه بالنسبه لتوقيت النهائي ده كان مشكله، ثانيا احنا ما قدرناش في الفتره دي نحدد مباريات وديه مع يعني مع 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 فرق قويه، وكان بيجي لنا عروض بصراحه بمنتهى الامانه، كان جاتلنا كذا عرض من كذا فريق كبير زي البرازيل وزي كولومبيا، ولكن كان العائق بالنسبه لنا هو تحديد الميعاد، فما قدرناش ان احنا نلتزم بيه، فاضطرينا ان احنا نشوف ايه المواعيد، ايه الفرق المتاحه، او هي ايه الفرق اللي بتلعب من يوم 14 او يوم 15، بحيث ان احنا نقدر نلعبها في الفتره الثانيه اللي هي يوم 18. فكان في صفه موجوده هنا جنوب السودان، فاتفقنا معاهم ان احنا نلعب يوم 18، والحمد لله يعني نحاول نستفيد حتى بالماتشات دي حتى لو كانت وان كانت ضعيفه الى حد ما، ولكن بنستفيد منها باسلوب ثاني خالص يعني. هو حضرتك شفت لعيبه جديده ظهرت في المنتخب، لعيبه يعني واعده وان شاء الله ليها مستقبل، ويمكن تكون هي سنها صغير، ويمكن تكون هي بعد كده قوام المنتخب في الفتره اللي جايه باذن الله. عظيم جدا. في مباراه غينيا حصل موقف ما، وهو الموقف اللي الناس كلها عرفته خلاص، موقف التدريبات، وان المنتخب الغيني اصر انه يتدرب الساعه 7 بتوقيت المغرب هناك، وكان المفروض التوقيت دوت هو توقيت منتخب مصر، وعارف انا ان انت خضت معركه اداريه في هذا الشان، ليه او هقولها لك بصراحه شديده، ليه ما بناخدش مواقف قويه جدا في مثل هذه الامور؟ بص يا فندم، انا هقول حاجه بصراحه كابتن كريم، هو قصه ممكن كابتن حازم كان معانا في الموضوع تمام، احنا يعني فضلنا ان احنا ننقى عن نفسنا من المشاكل ومن المواقف ونركز اكتر في الملعب تمام، لان احنا يعني طبعا احنا في الاول وفي الاخر مصر احنا اكبر من كده بكتير، ما فيش مشاكل، المشاكل دي وارده جدا في كره القدم تمام، وحصل تناوش وحصل موقف بيننا وبين غينيا، ولكن ممكن يكون سوء الفهم ده ادى يعني لتعنتهم يكون في قصه التدريب بالذات، واحنا فضلنا ان احنا ما فيش مشكله، ولكن حفظنا حقنا وكلمنا الكاف، ويمكن كابتن حازم تواصل مع الاتحاد الافريقي مع ناس من هناك، وانا تواصلت معهم بشكل شخصي تليفوني وبعتنا لهم كذا ميل، ولقينا الموضوع في تعنت واضح من المنتخب الغيني، ففضلنا ان احنا ما نثيرش المشاكل، احنا في الاول وفي الاخر هنرد في الملعب، واحنا الحمد لله ربنا كرمنا وفزنا، بس مش هقول اكتر من كده. عظيم جدا الموقف. اتفضل. في اوقات يا كابتن كريم يعني في اوقات انت لازم تكون انت الكبير. صح
صح عندك حق. يعني احنا مصر كبيره وهتفضل كبيره، فالاوقات اللي انت لازم تحتوي اللي معاك، حتى لو انت ما بتضيعش حقك، لا ما بتضيعش حقك، انت بتحفظه تمام، ولكن في اوقات لازم تبقى كبير عشان كل الناس شايفاك كبير وهتفضل كبير. النهارده في 6 لعيبه تم اعفائهم من مواجهه منتخب السودان او منتخب جنوب السودان، ليه الستة دول تحديدا؟ يعني الاسباب طبعا عارف، صلاح ومصطفى ومرموش كان طبعا عشان هم لسه مخلصين الدوري بتاعهم اول يونيو، فكان بيفضل الكوتش ان هو يريحهم عشان يقدروا ياخدوا فترتهم الاجازه وينضموا للبري سيزون بتاعهم بقى في اول 7، ففضل ان هو يريحهم بما ان المباراه يعني نسبيا ما هياش قويه، ففضل ان هو يريحهم ويجيب عناصر ثانيه او زودنا قائمه بعناصر ثانيه عشان نقدر نجربها في الفتره الحاليه، وهكذا برضه بالنسبه للاعيبه الاهلي يعني شناوي وعبد المنعم وحمدي فتحي برضه فضل ان هو يريحهم لانه عايز يجرب برضه عناصر جديده ويشوف يعني ناس جديده تمام من اللي اختارهم من الخمسه او السته اللي اختارهم جداد، فيخش بيهم الماتش اهو تجربه كويسه، ويمكن نتيجتها بانت النهارده، والولاد كانوا بصراحه رائعين يعني، وكان في كيمياء على اول ماتش ليهم بالنسبه لهم، يعني كان في كيمياء بينهم وبين اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بينفذوا خطط التواصل كويس قوي، طريقه اللعب محفوظه، لا في يعني الماتش ده ظهر ناس جديده بشكل جديد بفكر جديد، لان دايما بيقول لك عقليه اللاعب المصري، لا عقليه اللاعب المصري بالنسبه للراجل نمره واحد، بيقول لك عقليه اللاعب المصري والكواليتي بتاعته لو حطيت له الظروف هينطلق. صحيح. قلت لي قبل كده في مداخله انه في عناصر ان شاء الله ممكن تبقى قريبا قريبه من منتخب مصر من مزدوج الجنسيه، هنقدر نشوف في المعسكر القادم ان شاء الله احد اللاعبين من هؤلاء المزدوج الجنسيه؟ بص انا قبل اي حاجه انا اتمنى، بس حاجه برضو اقول، قصه مزدوج الجنسيه هو معدودين على الصوابع، هم يعني اولموست حوالي 40 واحد، 40 واحد دولت بيختلف يعني اعمارهم من 16 ل 17 ل 18 سنه، فهم برضو يعني فنيا لا يصلحوا حاليا في الوقت الحالي، مش بلاش تقول يصلحوا، بس خلينا انجاز التعبير نقول ان هم يعني ما ينفعش ينضموا في الوقت الحالي للمنتخب الاول، ممكن ينضموا لمنتخبات ناشئين. طيب احنا كم واحد يا استاذ محمد حاطين عينينا عليهم؟ يعني بنقول دول لا 40 يا فندم، لا 40 دول انا خلاص، انت بتقول لي 40 وفيهم ناس صغيرين ممكن ما ينفعش دلوقتي يبقوا المنتخب الاول، بس مين اللي جاهز؟ مين اللي جاهز يبقى موجود في المنتخب الاول؟ انا هرجع اقول تاني، والسؤال ده كتير حضرتك واضح الموضوع جدا على موضوع هيثم حسن تمام. انا بقول هيثم حسن كان في مفاوضات معاه، كان في شهر 9 اللي فات احنا حاولنا نستدعيه، بس كان في وقت ما كان بيلعب فيها ريال بي ولعب حوالي 1000 دقيقه مثلا، وحاولنا نستدعيه ولكن تعثرت المفاوضات معاه، ولكن ما عرفش يجيب ظروف او ظروف بظروف اخرى يعني، او ظروف ما ظرف ما بالنسبه له تمام. بنحاول نجيبه، في مفاوضات بنحاول نجيبه، ربنا يكرمه الفتره الجايه ان شاء الله ويثبت نفسه في الفريق بتاعه سواء مع بي او ايه، ولكن فرصته ان هو لو لعب هيجي حنان السدعي، لو ما لعبش هيبقى فرصته ضئيله جدا 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 في المنتخب. فاحنا برضو الامور الوقت هو العامل الاساسي في الموضوع، ان انت العب هنشوفك خلال الفتره الجايه، والله مميز جدا تمام زي الفل تعالى. انت تيجي بقى ما تجيش، دي بقى ده حسب الانتماء يعني، ما اقدرش انا اجبر واحد اقول له تعالى، انا بس بقى اقول لك تعالى وانت ما بتجيش، ده انتماء بقى يعني، شوف يعني ما اقدرش اتكلم فيها. اللي عايز يلعب لمصر انا وسهلا بنرحب بيه، فاتحين له ايدينا، اللي مش عايز يلعب ما عندناش مشاكل، ده مش حاجه مش هتقلل منا خالص طبعا تمام، ولكن طبعا. في الاول وفي الاخر ده الانتماء بيفصل في الموضوع ده، بنعمل شغلنا بنعمل شغلنا بصراحه ومجتهدين فيه مجتهدين فيه وبنحاول فيه وهنفضل نحاول فيه، ليه ده حق البلد علينا وحقكم علينا تمام، فان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا في الاخر، ده بقى ده توفيق من عنده عظيم جدا. طيب روي فيتوريا بالنسبه لنا مع جهازه المعاون هو مشروع لمنتخب مصر 4 سنوات، ودي حاجه جديده علينا في منتخب مصر، ومبسوطين احنا دلوقتي مبسوطين بروي فيتوريا، الراجل بيحقق انتصارات في كل المباريات اللي شارك فيها سواء رسميه او وديه،
الراجل بقى من قربك ليه في الجهاز المعاون سعيد مع منتخب مصر، مرتاح مع منتخب مصر، عنده أي مشاكل مع منتخب مصر ومكمل معانا المشروع، ولا أنت قلقان من مستقبله مع المنتخب؟ ليه قلقان؟ بس الراجل ماشي كويس وزي الفل. أنا بس أنا بديك أنا بديك الخيارين، أنا بديك الخيارين تختار منهم يعني. لا ربنا ما يجيب قلق، والراجل الحمد لله مبسوط، المجموعة كلها كويسة، اللعيبة كلها كويسة، روحنا كلنا كويسين مع بعض، حتى اللعيبة نفسها مع بعض حاجة تفرح. تمام، بعيد عن الانطباعات خالص. منتخب مصر مختلف تماما برضه، يعني انا بقول كده لان انا يمكن جديد على المنتخب. تمام، ما شفتش الناس اللي بتتكلم عليه في احتقان فيها كده خالص خالص، ما فيش الكلام ده خالص. لغايه دلوقتي الحمد لله الدنيا امور سموز، الدنيا ماشيه بسلاسه، الناس كلها بتحب بعض، الناس بتتمنى الخير لبعض. صح. حتى الجهاز الفني، اللعيبه، الاداري، الطبي، الدنيا فعلا بايد واحده. صح. فربنا يا رب الروح دي تكمل على خير وتكملها ان شاء الله بكاس امم افريقيا اللي هو هدفنا الاول دلوقتي، ونكملها كاس العالم 2026 باذن الله، ونفرحكم ونفرح نفسنا والناس دي. اللعيبه دي خلي بالك، اللعيبه دي يعني مش عايز اقول لك يعني هتتجنن او هتموت على قصه كاس الامم الجايه ان شاء الله باذن الله. عايزه تفرح نفسها وعايزه تعمل نتيجه وعايزه تفرح الشعب وعايزه تفرح الناس. فربنا ان شاء الله باذن الله احنا بنتعب، وانا عارف ان ربنا وعلى يقين في الله ان ربنا هيكرمنا الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله. استاذ محمد غرابه مدير منتخب مصر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبشكرك كمان على الأداء المميز جدا منك ومن كل الجهاز الفني لمنتخب مصر الفترة الماضية، أداء مميز للغاية.